تفرح تفرح حنا وشويه مره حنا نقراو في حنا نقراو في الجزائر نسكنوا في الجزائر وعندنا في الجزائر وان شاء الله نموتوا في الجزائر ما نموتوش نداو في الجزائر نديروا كل حاجه في الجزائر حنا باسبورنا خضر وبريزيدونتي تاعنا خضراء ما عندناش حاجه وحدها وبالتالي قبل ما ننسى برك ما نساوش رشيد عوين وما نساوش بالقاسم خنشة اللي كانوا في يوم من الايام هنا هذه المنصة ويحافظوا هذا الجمهور الرائع اللي مد حقيقة ما يعني يعجز التعبير عن تجد الكلمات عن التعبير يعني حقيقة احنا في حركة رشاد نادينا التغيير يعود في من 2007 لما تأسست الحركة على يد ابنائها اللي يقولوا عليهم الايات الاجنبية هي كأنه طوطال متزاير كأنه الشركات الأمريكية اللي راهي تغزو الصحراء كأنه هي هذه جزائرية كأنه هي سواطراك أو سواطغاز أو أي شركة جزائرية أخرى كاين مناطق في الصحراء والله ما تقدر تدخلها لا أنت ولا أنا ولا حتى طلبة دي والله غادي تجي تقول لك لما تطلب بحقك لما تقول له أعطيني حقي في العمل يقول لك أيدي أجنبية ادخلوا اعطيني حقي في السكن تقول لك ايادي اجنبيه هما باعين هذه الايادي الاجنبيه اللي يقولوا لنا قطر وما غيرها القطريين عم يصيدوا الغزال في ليبيا تزيد الشيخ ويحميهم الجيش ويحميهم الغرب وما تجي يقول لك تجي يقول لك انت الايادي الاجنبيه لانه يقولوا ما تخرجنيش الغاز الصخري لا اخي بوتفليقه قال انا يا اذا الشعب قال لي لا انا مستعد نعاود نرجع وين كنت ونعيش 20 سنه واحده اخرى الشعب قال لك ما تديش الغاز الصخري علاش راك تجيب الغاز الصخري لانه بكل صراحه باعوا هذه هي ثمن العهده الرابعه جوزوا العهده الرابعه في الشجر الروب باش يبيع لهم غاز ما تبقى من الصحراء لانه الصحراء مبايعه من بكري وهذا الناس اللي يقول لك 54 سنة الصحراء مهمشة أنا أقول لك ماشي 54 سنة قريب 200 سنة الصحراء مهمشة نعرفوا بعضنا عندنا واحد العقليه تحكي راسي وتحكي داري لا ان شاء الله حنا كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى احنا واش يصيب الشمال الجنوب يصيب الشمال واش يصيب الشمال الغرب يصيب الشرق احنا كاع جزائريين احنا ما عندناش بلاد واحده اخرى احنا هذه البلاد هذه هذا الغاز الصخري والبترول هذه دماء ابطالنا واجساد ابطالنا اللي قتلتهم فرنسا قتلت ملايين سواء بالصحراء ولا الشمال ولا الجنوب ولا حنا ما ياخذوناش بهذه مساله ديروا السياسه ديروا السياسه سلالي دير السياسه سلالي توا فيكم يدير السياسه ما يعرفش يكون جمله مفيده هو يدير السياسه وحنا ما نديروا السياسه يجي غير تهم جاهزة معلبة غير تهضر يعطيك لسقلك يقول لك أيادي أجنبية غير تهضر تقول السقنة أيادي أجنبية أنا حقيقة والله أنا أكاد أبلغ كما أقول لك من الفرح الثرية أني أشوف برلمانيين ولا أشوفهم في وقت التلفزيون واقفين معنا نحييهم ونقولوا هذه بلادكم وهذا من بكري في حركة رشاد نقولوا غاولين على الشارع هذا هو الشارع انك تخرج للشارع تحت مع الشعب شوف تحس وش هو الحس ترقد في الخيمه كما كانوا يرقدوا الناس 30 يوم 40 يوم في الخيمه في البرد قبل ما يوضعوا هذه الخيمه ما كانوش خلاهم يوضعوها كان الناس تبات بالبرد والجوع ياكلوا شويه تمر وصابرين ان شاء الله انا اتمنى من
نسلم الناس هذول اللي راهم فوق اللي يعني معارضين اللي نزلوا معنا يجوا يباتوا معنا. كنت نتمنى أن يجيبوا يباتوا في خيمه الصمود معنا. هذا راح يمد دفع قوي للناس اللي راهم كانوا يباتوا في الخيمه وكذا. ان شاء الله ما تكونش هذه اخر الوقفه، وان شاء الله نتمنى ان يعني في حركه رشاد نحن ضد الغاز الصخري. احنا مع الشعب الجزائري، احنا مع الشعب الجزائري وحده واحده، والمجد والخلود للشهداء الى الابرار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.